مبروك 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 عليكم يا شعب مصر، مبروك مبروك يا أهل الهرم ومدينة نصر، يا اسم غني يا سعودية أسعارنا كلها حنية، زورونا بس يا فندية وحترجعوا أحلى هدية من السعودية، السعودية السعودية السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل الدنيا، كل عام وحضراتكم بخير. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات الشركة السعودية للمنتجات العصرية. أرحب بضيوف المعالي الأول أستاذ خميس الباشا مدير عام الشركة السعودية، أهلا بك. أهلا بك يا أستاذ محمد وأهلا بكم أعزائي المشاهدين. كل سنة وأنت طيب. وأنت بصحة وسلامة. وأرحب بأستاذ شريف المصري ضيفنا اللي معانا. أهلا بك يا أستاذ محمد وأهلا بالسادة المشاهدين. كل سنة وأنت طيب برضه. وحياك طيب. إيه بقى موضوع الدفاية النهاردة؟ شكلها حلقة النهاردة تبقى حلقة قوية جدا. ماشي الكلام. عملائنا الكرام هنبدأ الحلقة دلوقتي. ادي الدفايه بتاعتنا اللي حضراتكم شايفينها قدامكم دلوقتي على الشاشه، منتج شكله شيك جدا. اي بيت النهارده يا استاذ محمد بيبحث عن الديكور، اي بيت يا استاذ شريف بيفكر في تحفه يبقى شكلها شيك، يبقى اول ميزه عندنا في منتجنا النهارده حجمه اللي هو شيك جدا، اللي بيساعد كل ست بيت ان هي تعمل حاجه ديكوريه لمسه جميله رقيقه في بيتها. منتجنا النهارده زي ما حضراتكم شايفين احنا عندنا الدفايه بتاعتنا مكونه من 2 شمعة مزودين بعواكس. فكره العواكس زي ما حضراتكم شايفين العاكس ده عشان يعكس الحراره على الغرفة اللي موجوده معانا. لو حضرتك شفت الزرار ده يا استاذ محمد موجود عندنا، اول زرار بيشغل عندنا شمعه واحده. نعم. شمعه واحده يعني قوه 400 واط. وخلينا نقول على حاجه، الحمد لله الشركه السعوديه دايما بتتميز بالمصداقيه، يعني لما نقول 400 واط مش يبقى كلام مكتوب على الكرتونه وبس، دي تبقى حيه. زي ما حضراتكم شايفين الشمعه الاولى بدات تشتغل معانا كده، دي بقوه 400 واط. لو حضرتك يا استاذ محمد عايز تشغل شمعتين، لان احنا زي ما اتفقنا دفايتنا شمعتين، يبقى بقوه 800 واط. يعني 400 مش دفايه؟ لا 400 مش دفايه، الدفايه 800. ومعلش هسال حضرتك سؤال كده انا جالي في بالي، والعواكس دي يعني ايه؟ العواكس يعني لو احنا فاكرين يا جماعه لما كنا نمسك ازازه كده ونقعد نسلطها على الشمس بتاع الشمس دي، كانت بتعمل ايه؟ كانت بتجيب ضوء الشمس من الشمس تنقله هناك في الظل، في الحته اللي ده اللي بيحصل بالظبط مع دفايتنا النهارده. على فكره العواكس دي من الحاجات الخطيره جدا اللي بتخلي كل عملائنا يستمتعوا بالمنتج بتاعنا النهارده، لانه بيعمل بتخليها تدفي، بتضاعف مساحه التدفئه بالظبط. عشان كده احنا عملنا يا استاذ شريف الزرار ده عشان لو عايز تشغل شمعه واحده بس كفايه يعني جدا. معايا مستويين، معاك مستويين، الاولاني 400 واط والثاني 400 واط. هو ده سطح معدن يا جماعه، زي ما احنا عارفين لو احنا عارفين لو احنا جبنا معلقه وقربناها كده من البوتاجاز وسبناها شويه، ما حطيناش على البوتاجاز سبناها جنب البوتاجاز، تيجي تمسكها ما تعرفش تمسكها. المعدن دايما موصل بالحراره. مفاجاه الشركه السعوديه النهارده الامن والامان في الدفايه بتاعتنا، ان انا اقدر احط ايدي عليها بمنتهى السهوله. ما حصلها سامعين؟ انت كده حاطط ايدك عليها؟ ايدي عليها يا جماعه بمنتهى السهوله. طب اجرب انا؟ جرب بس لو اتلسعت. لو اتلسعت على مسؤوليتي، مش هتتلسع يا استاذ محمد. بس في صهد خارج منها. الصهد ده طبيعي لكن السلك نفسه ما بيلسعش. يعني هو الجزء المعدن الشبك ده. الكاميرا يا جماعه جت معانا هنا، بص ده فعلا يعني امان جدا. دي يا استاذ خميس ده امان جدا. انتوا عارفين يا جماعه لو ده السطح ده مش معالج كان زمان ده كل ده احمر جدا، تحط ايدك ترسم عليها شبكه على طول. طيب استاذ شريف تطمننا على السعر، انا عايز اطمن زي الناس. ان شاء الله السعر بتاع الدفايه بتاعتنا العبقريه بالامان سعرها 99 جنيه فقط. 99 جنيه فقط بكل ده؟ بالظبط. في حاجه تانية امان؟ في حاجه تانية امان طبعا. طب طمني. بص يا جماعه لو حد بيجري في البيت وخبط هنا فجاه والدفايه دي وقعت يحصل ايه؟ هتقع على الارض. شايفين اللي حصل ايه؟ فصل الفيشه اتشالت؟ لا الفيشه ما اتشالتش. احنا بعدين طب حطيتها نور التاني. اهي. عارفين اللي بيحصل؟ طبعا عملائي الكرام شايفين الزرار اللي موجود تحت ده، طبعا واضح جدا على الكاميرا قدامكم، ده زرار امان موجود عندنا هنا. نعم. بيبدا الزرار ده ان هو بمجرد اي حاجه ما تقع على طول تفصل اوتوماتيك عشان ما يحصلهاش. مش مجرد ان هي تقع، ده مجرد ان هي ما تتحرك بس. اي خبطه للدفايه بتاعتنا تبدا ان هي تفصل. يعني احنا كده معانا 2 امان. معانا 2 امان. انا في دفايات احيانا خميس بشوفها بعد ما تشتغل بعد فتره بتطلع ريحه، تنبعث منها ريحه كده، ريحه البلاستيك. لا لا لا، بص يا جماعه عايز اقول لكم حاجه، البلاستيك ده كله من النوع المعالج للحراره، كمان احنا عاملين حاجه لو نبص ظهر الدفايه زي ما حضراتكم شايفين ظهر الدفايه دلوقتي على الشاشه، شايفين الشبكه دي؟ ادي 1 2 3 4 5 فتحات للتهويه، لان هي بتاخد هواء من ورا بتطرده على قدام، اللي هو الهواء السخن دوت بيبقى بيطلع هواء ساخن، ده بيساعد الجسم كله على ان هي الدفايه تبقى معالجه ضد الحراره، امنه تماما من خلال زرار الامان اللي تحت، امنه من خلال الجسم دوت. في اخر امان عندنا يا استاذ محمد، لو في حد عندكم وقعت منه ميه على الدفايه بتاعتنا احنا عملنا كده فعلا، شوفوا التجربه اللي قدامكم دلوقتي على الشاشه،
بص قد ايه بنضلق ميه على الدفايه بتاعتنا ولا حصل لها حاجه ولا اتاثرت. قلت من البدايه الامن الامان في الدفايه العبقريه بتاعتنا النهارده. انا مستغرب يا جماعه احنا من تبعد بقتش على ميه، دي احنا غسلناها بميه. بالظبط. طب اعزائي المشاهدين نطلع فاصل ونرجع لكم مع الدفايه العجيبه اللي ما بتتاثرش لا بميه ولا بوقعه ولا بسخنيه ولا بحاجه. انتظروا. السعوديه للمنتجات العصريه فقط على 33 85 85 85. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين بعد الفاصل مع الدفايه العبقريه اللي ما بتتاثرش بميه ولا بتتاثر بوقعه ولا بتتاثر بسخونيه. وفي اسئله كتير جدا انا متشوق ليها عشان اسالها الاستاذ خميس واستاذ شريف اللي معايا النهارده. استاذ خميس ممكن تقفل الاول الدفايه عشان انا سخنت. معلش. طيب انا واحد من الناس لو اتفرجت على حلقه تيفلوب او اي حاجه تسوق عبر التلفزيون اقول يا سلام المنتج ده عجبني، بس لو معاه ضمان. ضمان ايه موضوع معانا النهارده في الحلقه؟ الحقيقة الشركة السعودية يا جماعة هي الوكيل الحصري للمنتج ده في السوق المصري. يعني حضراتكم مش هتلاقوا المنتج ده غير من خلال الشركة السعودية. علشان كده احنا بنقدم المنتج ده النهاردة يا استاذ محمد بالضمان لمدة عام كامل. كل قطع غيار المنتج متوفرة عندنا في الشركة السعودية، المنتج ده بالضمان. والحمد لله كل عملائنا اللي جربوا التعامل مع الشركة السعودية بيثقوا في الضمان بتاعنا. احنا عندنا ضمان لمدة سنة على كل مكونات المنتج. طيب موضوع الكهرباء ايه معانا يا استاذ شريف؟ يعني اقول لحضرتك وبلغ برضو اعزائنا المشاهدين ان مشكلتنا مع الدفايات ان هي مستهلكة للكهرباء. الدفاية بتاعتنا فيها معالج ضد استهلاك الكهرباء بشكل زايد، بحيث ان هو بيخش الكهرباء الرئيسية تخش على جزء يعالج الوات بتاعها، فبالتالي ما بتستهلكش اصلا كمية كبيرة من الطاقة الكهربائية. يعني نطمن كل الناس. نطمن كلنا. في سؤال مهم للأستاذ خميس معايا كده نروح نسأله زي كل حلقة، انا بحب اطمن. اتفضل. طالما ضحكت كده يبقى انت عارف. الهدايا. انت معودنا دايما لازم نرجع كده معانا حاجه في ايدنا، يعني احنا ما بنعرضش على المنتج ونقول المنتج وخلاص. ارجع كل عملائي للاصل. الاصل احنا قلنا يا استاذ محمد ان المنتج بتاعنا النهارده، ان حلقتنا النهارده حلقه الهدايا الحقيقيه. حلقه الهدايا الحقيقيه يا جماعه. علشان كده الشركه السعوديه بتقول لو حضرتك النهارده استفدت معانا بالعرض وقلت انا عايز دفايتين يبقى السعر كام؟ دفايتين يعني 198. احنا النهارده هنديك العرض بتاعنا دوت ب 199 جنيه، بس مش هتاخد دفايتين، هتاخد 3 دفايات. ايوه يا جماعه 3 دفايه ب 199 جنيه. هو ده مفاجاه الشركه السعوديه النهارده. علشان كده انا بقول الهدايا الحقيقيه يعني ايه؟ هتاخد دفايه ثالثه نفس الحجم نفس الشمعات نفس القوه نفس الوقت نفس الضمان. 3 دفايات، مش دفايه واحده ولا 2، لا 3 دفايات مع بعض. الثلاثه مع بعض بسعر 199 جنيه. مفاجاه كبيره من الشركه السعوديه. الكميه محدوده يا استاذ محمد، مش عارف. والضمان شامل الثلاث؟ الضمان شامل كله. انا مش عارف اقول ايه، زي كل حلقه انت اللي بتكسبه. اعزائي المشاهدين اكد على عرضنا اللي كان معاكم النهارده، عرض الدفايه العبقريه الدفايه الحقيقيه، وعنوان حلقتنا ما ننساهوش الهدايا اللي بجد الحقيقيه. اول حاجه النهارده كانت معانا دفايتنا النهارده دفايه عبقريه، وطمن نحط رقم واحد دفايه الامان. بمعنى الصاج الخارجي يا جماعه زي ما احنا شايفين الشبكه زي ما احنا حاطين ايدينا غير موصله خالص بالحراره، فيها جوه عواكس عشان تدي قوه تدفئه عاليه جدا. دفايتنا 800 واط، فيها شمعتين كل شمعة 400 واط، وعندنا تحكم لو حبينا نشغل شمعة أو شمعتين. وكمان نأكد إن الجسم الخارجي بلاستيك مقاوم ضد الحرارة، مفيش منه رائحة خالص، وكمان الهوايات اللي موجودة ورا بتخلي تمنع أي روائح توصل. دي حاجة. تاني حاجة كمان لو عندك ابنك عالجنا له مشكلتين، اللي هو بيجري أو بيلعب كرة في البيت هو وإخواته وزق الدفاية على الأرض، أوتوماتيك بتفصل لأن فيها زرار أمان من أسفل زي ما حضراتكم شايفين. وكمان لو ابنك بيشرب حاجة ساعة أو بيشرب مية وقعت عليه، وقعت على الدفاية زي ما احنا شايفين، احنا غسلنا الدفاية بالمية وهي شغالة بس ما حصلهاش اي حاجه. دي دفايه الامان اللي معانا النهارده، سعر الدفايه 99 جنيه. لو خدنا 2 ب 199 جنيه هنحصل على الثالثه هديه مجانيه من الشركه السعوديه. واكد على الضمان، الضمان لمده سنه كامله. استاذ خميس الباشا انا شاكر لوجود حضرتك معانا وعلى العروض الجميله اللي انت بتقدمها انت والشركه لكل الناس اللي بيحبوا يتعاملوا مع شركتك. شكرا ليك يا استاذ محمد، انا شاكر لوجودك معايا. اشكرك حبيبي. شاكر ليك يا استاذ شريف على وجودك معانا النهارده في الحلقه. شكرا لاعزائنا المشاهدين. أعزائي المشاهدين سعدت بيكم النهارده وبلقائكم، مستنيين تليفوناتكم بسرعة، رقم تليفوننا 33 85 85 85. الشركة السعودية للمنتجات العصرية. وقبل ما أختم معاكم الحلقة أحب أفكركم محدش فيكم ياخد دفاية، لا تخدوا اتنين عشان تكسبوا العرض معنا، عرض 199 جنيه. كان معكم محمد موسى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبروك 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 عليكم يا شعب مصر، مبروك مبروك يا أهل الهرم ومدينة نصر، يا اسم غالي يا سعودية أسعارنا كلها حنية، زورونا بس يا فندية وحترجعوا أحلى هدية من السعودية. السعودية السعودية السعودية، السعودية.